أهلا بكم، أنا لارا حبيب. أسهم التكنولوجيا كانت المفضلة لدى المستثمرين خلال أزمة كورونا، هيدا شيء طبيعي كون أعمالها ازدهرت في فترة الإغلاق. أسهم الفانغ وغيرها كلها ارتفعت بقوة بآخر 12 شهر، ولكن الوضع اختلف في الأسابيع الماضية مع اتخاذ هذه الأسهم منحنى نزولي. أدخل مؤشر الناسداك 100 والذي يضم كبرى شركات هذا القطاع مرحلة التصحيح في إحدى الجلسات، كونه خسر 10% من آخر قمة، الأمر الذي حفز بعض عمليات الشراء. فما هي الأسباب وراء هذه الحركة في أسهم التكنولوجيا وأين تتجه أسعارها بحسب الخبراء؟ باختصار، التراجع اللي صار بأسهم التكنولوجيا مرتبط بشكل أساسي بتقييماتها المرتفعة وحساسياتها لعوائد السندات طويلة الأجل. خليني أفسر أكثر، تقييمات أسهم التكنولوجيا مرتفعة جداً، مكرر ربحية مؤشر الناسداك يقف فوق 37 مرة مقارنة مع متوسط آخر 10 سنوات عند حدود 23 مرة. المستثمرون كانوا عم يشتروا هذه الأسهم يلي هي أسهم نمو Growth Stocks رغم التقييمات المرتفعة، لأنهم عم بيراهنوا على النمو الكبير في أرباحها بعد سنوات عديدة وليس على المدى القريب. كلما ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأمد كلما قلت قيمة الأرباح المستقبلية بما توازيه اليوم Time Value of Money. أسعار الفائدة طويلة الأجل المعكوسة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات ارتفعت بشكل سريع من أقل من 1% في بداية العام إلى فوق 1.6% قبل أيام قليلة. هذا ما دفع بحركة التصحيح على شركات التكنولوجيا ووجه الأموال نحو أسهم القيمة والأسهم الدورية Cyclical Stocks يلي رح تستفيد أعمالها من إعادة فتح الاقتصاد مثل البنوك، الطيران، والشركات الصناعية وغيرها. هيدا الشيء واضح بتفوق أداء مؤشر الداو جونز المثقل بأسهم القيمة والدورية على مؤشر الناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا. أكيد هون يجب الإشارة إلى أن ارتفاع العوائد على السندات طويلة الأجل يعود إلى اعتقاد الأسواق أن الفيدرالي سيضطر لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً بسبب تسارع مستويات التضخم إثر الطلب الآتي بعد إعادة فتح الاقتصاد وحزمة التحفيز الجديدة. الفيدرالي طمأن الأسواق عدة مرات أنه غير قلق من مستويات التضخم، وآخر الأرقام الصادرة الأسبوع الماضي تدعم هذا الرأي إذ أتت أقل من التوقعات. ولكن ماذا يقول الخبراء عن أسهم التكنولوجيا في هذه المرحلة؟ مورغان ستانلي ينصح بالانتقائية في قطاع التكنولوجيا والاستثمار في شركات لم تكن مفضلة مثل تلك التي تصنع أجهزة التكنولوجيا كشركة المصنعة للاي تي ام NCR وشركة تخزين البيانات NetApp. رئيسة استراتيجية الأسهم الأمريكية في RBC Capital تعتبر أن التخرج من أسهم التكنولوجيا الكبرى هو في منتصف الطريق ولكنه لم ينتهي بعد. بلاك روك أقرت أنها رفعت استثماراتها في الأسهم الدورية ولكنها لم تتخارج من أسهم التكنولوجيا وخاصة تلك التي لديها نمو مستدام. بدوره مدير ويتبوش للأوراق المالية يعتبر أن الفرصة ذهبية لانتقاء أسهم التكنولوجيا وخاصة لامتلاك أسهم أبل. على فكرة ويتبوش أكثر شركة متفائلة بأسهم أبل وتضع سعر مستهدف خلال فترة عام عند $175 بالمقارنة مع متوسط الأسعار الموضوعة من قبل المحللين الآخرين عند $151. 70% من هؤلاء ينصحون بشراء أسهم الشركة. أما التوصيات على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى فهي أيضاً إيجابية لكل من أمازون، ألفابت الشركة الأم لجوجل، فيسبوك ونتفليكس. يعني كل أسهم الفانغ ما زال عندها فرص للارتفاع بحسب تحاليل بيوت الاستثمار. باختصار، استراتيجية الاستثمار التي ركزت على أسهم القيمة لم تكن مجدية في العقد الماضي بفضل الأداء القوي لأسهم سريعة النمو بقيادة عمالقة التكنولوجيا. فهل الوضع سيختلف هذه المرة وتحافظ أسهم القيمة على ريادتها في الأسواق؟ يبدو أن الأمر مرتبط باتجاه أسعار الفائدة طويلة الأمد في الفترة المقبلة.